احنا منطقة ام درمان بالتحديد الثورة الحارة 11. احنا بنعاني من مشاكل كثيرة جدا، اللي هي رقم واحد يعني القلابات بتاعت التراب، هي عاملة كيمان بتاع التراب واقفة. الناس ديل بيسيروا في الشارع، بيتبرزوا يعني في الشارع. رقم اثنين، بعد المغرب المنطقة دي بتكون حالة تانية، بيع بتاع مخدرات، بيع بتاع خمرة. رقم اثنين الحالة بعائلة اللي هي المنطقة العشوائية اللي هي بتاعت الميزان بتاعت البلاستيك وبتاعت البناشر ولا أي فجة هنا، يعني أي فجة عشوائية عندها ترخيص من محلية الثورة الحارة السابعة، محلة عشوائية مرخصة لها المحلية الثورة الحارة السابعة، اللي هي هم يعني شايفيننا يعني قدامكم دي. بنعاني انه يعني المجموعة بتاعت المصانع دي هي مرخصة لها مصانع لصناعة الحياة يعني الخفيفة، هي الآن شغالة صناعة تقيلة، الدخاخين معبية الدنيا كلها. رقم اثنين شغالة من غير مواصفات، من غير ترخيص، تخش تشوف العجب، المواد الغذائية حالي، الحشرات، البراز، المناطق الجنبة، يعني حاجة يعني حاجة يعني لا توصف. قابلنا السيد يعني معتمد، حكينا له، وجه للضابط الإداري السيد عبد الرحيم، قال له المواطنين يشوف المشكلة بتاعي وأرفع لي التقرير. مشينا للسيد الضابط الإداري، حكينا له، قال هو غرب الزلط ما تبعه، طلعت له إيصال إن هي هو هنا يعني صار عندي. الإيصال إنه مكتوب في محلية يعكرري، الإيصال من وزارة المالية، ما طالب من وزارة المالية، ما جرينا لشركة خاصة. كويس؟ إن هي ما جرينا يعني الفجة دي. اتكلم قال إنه هو بعد شهرين ولا شهر كده يعني حاجة الموضوع حيجي، لا حياة اللي من تنادي. الأضرار إحنا عايشينها، الأضرار بتاع صحة البيئة، الأوساخ ما بيشيلوا الا ناس النفايات متخصصين في نقل الحاجات الثانيه. داهمنا الناس اللي بينظفوا المحلات دي، قالوا المحليه او ناس الصحه بيقول لهم احرقوا الوساخات دي اضرت بالسكان، فيهم من مات وفيهم من بيعاني اليوم معاناه حقيقيه. الناس اللي بتاع دي قالوا احنا المحليه بتدينا كباريت يقول لنا احرقوا الاوساخ دي عشان عربيه ما تشيلها. حسه حاليا العربات بدل تشيل الوساخات حسه ناو بتنزل في القزاز الفاضي ببيعوا، وهنا ده محل مباع الاوساخ. عينك ليه ودي هناك هناك محل بتاع بيع القزاز الفاضي. زيد على ذلك كل الاوساخ بتاعت الثورات دي بتجي هنا عشان الناس دي ظنوا انه دي منطقة عشوائية ما فيها كنترول ولا فيها رغابة. نحن مضررين ضرر شديد والله من الحريق بتاع البلاستيك والحريق بتاع النفايات والناس النفايات دي ذاته، بس في حرامية بتلاقيهم قاعدين بالليل موجودين في محل النفايات دي. نمرة اثنين طبعا كلموكم عن قصة العملية بتاعت التبرز والهناية ده هنا في المحتات اللي أصلا كان بشد بهنا شقتي والبتاع ده ما تقدر تمشي، وخاصة في الخريف. يعني نحن والله متضررين ضرر شديد جدا جدا، اذا ما الناس زالت من هنا نحن بعدين ما عارف اللي حيحصل شنو. انا كمواطن وناشد معتمد كرري ان يطوف بالشارع الامتداد عشان يرى المشاكل التي تقع في جانبي الطريق. طبعا تكاد تكون المشاكل في المحليات في الخرطوم متشابهة إلى حد كبير، يعني ضعف عملية نقل الأوساخ أو إهمالها إلى درجة كبيرة. يعني صحيح الآن ناس النظافة بتكلموا عن شركة مغربية وعن أثر جديد للنظافة، لكن واضح أنه إلا الحكاية دي كان في الشوارع الرئيسية، واضح أنه الأحياء بتعاني من إشكاليات عديدة يعني ومشكلات. واحدة من مشاكلنا الآن القدامنا مشكلة الثورة الحارة 11.
بطء تدخل المحلية المعتمد يحول إلى محلية، المحلية المدير التنفيذي يحيل إلى لا شيء، ودي من الأشياء بتخلق نوع من عدم الثقة بين المواطن والحكومة أنه ما بيعملوا حاجة. وبتبدأ المستوى الأول الطبيعي أنك أنت بتشتكي للمسؤول، عشان بتلقى المسؤول ما في استجابة تمشي للإعلام تحاول تطرح قضيتك على مدى أوسع يعني. فنحن آملين من السيد المعتمد، من السيد المدير التنفيذي عاجل التدخل، خاصة وأنه هنالك إمكانية لعلاج هذه المشكلة بشكل سريع، هو تكثيف عملية النظافة في هذا الحي وحسم عملية الفوضى والبيع. بقت برضو المشكلة الجديدة كمان أنه عمال النظافة ذاته بيقوموا يتحولوا إلى يعني تجميع فرز للأوساخ عشان يشيلوا منها البلاستيك، المواد البلاستيكية اللي بتتباع، بقت جزء من التجارة المعروفة الآن في البلد يعني. كيف نفرز بين ده وبين ده، بين شغلهم الحقيقي وبين عملية العملية الدائرة الآن؟ دي واحدة من المشاكل الحقيقية اللي بتواجه ولاية الخرطوم. فقرتنا التالية صالون السودانية 24، المهندس محمد أبو عاقلة المدير التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا بشبكة الجزيرة، في حديث حول صناعة المستقبل ومستقبل الإعلام. خليكم معنا.